فيلم باربي واللي صدر من ايام قليله جدا وقدر انه يتصدر الترند وبقى حديث الناس على السوشيال ميديا. والحقيقه انه الفيلم خلق برضو حاله غير طبيعيه في العالم كله، لدرجه انه كتير من الصحف العالميه قالت انه الملابس النسائيه اللي باللون البينك وخصوصا الفساتين اختفت تماما من الاسواق، وده للاقبال الكبير عليها بسبب الفيلم. والفيلم قدر لحد دلوقتي انه يحقق ايرادات خرافيه اتعدت ال 200 مليون دولار في الايام الاولى من عرضه. مش بس كده، ده كمان الجمله الشهيره من الفيلم هاي باربي اللي اتصدرت الترند بشكل كبير وبقت تقريبا بتستخدم في كل وسائل التواصل الاجتماعي. المشكله انه رغم النجاح الكبير للفيلم الا ان الفيلم توجه له طبعا انتقادات كبيره جدا، وصلت لدرجه المطالبات بمنع عرضه في كتير من الدول العربيه، وده لاكثر من سبب، منها طبعا انه بيروج لافكار لا تناسب الاطفال، بالاضافه لانه بينفي قيم الايمان والترابط وروح الاسره. وده اللي خلى رجل اعمال ايلون ماسك يكتب تويته ينتقد فيها الفيلم ويقول انه بيحمل اجنده مناهضه للانسان. وصف الفيلم رغم نجاحه الساحق امام شباك التذاكر بانه يناهض حريه التعبير.